كيف تحول رجال الشرعية إلى تجار حروب وأباطرة فساد؟ ما علاقة جلال هادي بتجارة نفط الحوثيين؟ وكيف احتكر تاجر النفط أحمد العيسي استيراد الوقود بتواطؤ مؤسسات الدولة؟ وكيف ينعكس هذا الفساد على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن؟ أهلا بكم. تقرير مركز صنعاء يكشف حجم الفساد في اليمن فيما يعرف باقتصاد الحرب. شبكات فساد تجاوزت الصراع على الأرض وأصبحت عابرة للحدود بين الشرعية والحوثيين، عن تجارة مشتركة أطرافها جلال ابن الرئيس هادي وتجار نفط حوثيين، عن فساد في المال العام في جيش الشرعية ومؤسساتها. كل هذا وثمة من يموت جوعا. إنها شرعية الفساد يا سادة. كان برنامج المساء اليمني قد ناقش في أكثر من حلقة فساد الدولة وارتهان مقدراتها لصالح تاجر النفط المقرب من هادي من جلال هادي، عن حصول الحوثيين على دعم إيراني عن طريق الوقود الإيراني المغشوش الذي تمنعه طهران للميليشيا ليباع في السوق اليمني المحلي مقابل أرباح كبيرة، وهو ما أكده كل ذلك تقرير مركز صنعاء وشركائه. تقرير صادم يكشف مربعات الفساد لدى الحكام الجدد في اليمن. هذه المرة شرعية الرئيس هادي الأقربون إليه بالإضافة إلى ميليشيا الحوثي. التقرير الصادر عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية وشركائه يكشف عن جملة مما يمكن القول عنه إنها فضائح سياسية وقانونية وأخلاقية. رمزها جلال ابن الرئيس هادي والتاجر أحمد العيسي المقرب من الرئيس أيضا. يقول التقرير إن شبكات الفساد تجاوزت الصراع على الأرض وأصبحت عابرة للحدود بين الشرعية والحوثيين. التقرير قال إن التحالف الذي تقوده السعودية لا يسمح للواردات بالدخول إلى الموانئ إلا بموافقة الرئيس هادي، وهذا يقوي نجله ليصبح طرف الاتصال والدفع من أجل الحصول على تصاريح استيراد الوقود. وأضاف التقرير أقام رجال أعمال حوثيين علاقة عمل جيدة مع جلال نتيجة الحصول على تصاريح استيراد الوقود للحديدة عبره. إلى جانب جلال نجل الرئيس هادي يبرز مجددا اسم تاجر النفط أحمد العيسي، وهذه المرة أيضا لا تزال الدائرة تدور حول عقود استيراد الوقود والتي تحتوي على شروط تعجيزية وحيل يتواطأ العيسي وهيئات رسمية مملوكة للدولة لتصبح مجموعة العيسي هي الكيان الوحيد المخول باستيراد الوقود والمحتكر له. لقد كان النفط هو المال المتدفق الذي جمع بين الخصوم وبات مصدرا للإثراء المتسارع عبر شبكة فساد واسعة ومتعددة المصادر. فمن فساد النفط إلى فساد القطاع العسكري، إذ يقول التقرير إن ضباطا موالين للحكومة يبالغون في عدد الجنود الخاضعين لإمرتهم من أجل قبض رواتب زائدة وتلقي دعم مادي، أسلحة وذخائر ووقود ومركبات ومعدات هامة أخرى. ما أورده التقرير عن اقتصاد الحرب والفساد الذي بات يمضي بصورة منهجية، ويؤكد أيضا أن الصراع المستمر في البلاد لم يغير نظام الاستيلاء على الدولة، وأن شبكة فساد متبادلة شكلها وأدارها صانع القرار من الشرعية والحوثيين، حيث تمر شبكات المحسوبية عبر الخطوط الأمامية مع تعاون الخصوم المزعومين عن طيب خاطر بغية تعظيم مكاسبهم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب بالضيف الذي سيكون معنا في هذه الحلقة عبر سكايب، الأستاذ عبد الواحد العوبلي من ماليزيا، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير أستاذ عبد الواحد. مساء النور أختي آسيا. أهلا بك أستاذ عبد الواحد. وتقرير يكشف تورط مقربين من هادي في صفقات فساد على مستوى عالي، كيف قرأت أو تابعت هذا التقرير؟ التقرير بناء تقريركم اللي أعدتوه بناء على تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، يحتوي الكثير من الحقائق، وأنا أؤكد أن ما هو على الأرض هو أسوأ وأفظع بكثير، لأن الفساد أصبح
هو من يتغذى على الحرب، وهو من يكون في مصلحته استمرار الحرب وحرص أشد من الحوثيين أنفسهم على استمرارها. نعم، إذن كونك مطلع على قضايا الفساد أستاذ عبد الواحد المالي في البلد، دعنا يعني ضعنا في صورة النشاط الاقتصادي في البلد في ظل الحرب، وكيف يتغذى فعليا من هذه الحرب؟ ربما تعرفون أن مؤخرا أو في الفترة الأخيرة شهد الريال اليمني تدهور ملحوظ، كان بسبب عجز الحكومة المركزية من الإيفاء بالتزاماتها وعدم وجود سيولة نفط، سيولة من العملة الأجنبية كافية لسداد الالتزامات من لاستيراد المشتقات النفطية واستيراد الغذاء والدواء للشعب اليمني. نعم هذه النتيجة ما كانت إلا بسبب الفساد الحاصل طوال السنوات الماضية، واللي تمثل أو ظهر لدينا على شكل تدهور في سعر الريال، وبالتالي تدهور في ارتفاع مهول في أسعار السلع والخدمات التي تقدم إلى المواطنين. نعم فعلى سبيل المثال، نحن نجد أن السيولة النقدية تستهلك الجزء الأكبر منها في شراء المشتقات النفطية. هذه المشتقات النفطية اللي حسب ما ذكر التقرير أنها بيتم شراءها من أحمد العيسي، على الرغم أن هناك إمكانية مثلا أن يتم تشغيل مصافي عدن والاستغناء عن شراء هذه المشتقات، تصفية النفط القادم من مأرب وتكريره في مصافي عدن، وبالتالي استخدامه محليا دون الحاجة إلى استيراد هذه المشتقات من الخارج. لكن هناك قوى تعمل وبجد زي ما يقولون لاستمرار توقف مصافي عدن عن عملها، وبالتالي احتكار موضوع استيراد المشتقات النفطية من الخارج في أيدي معين. نعم، إذن هذا التقرير مجرد مثال نعم وغيظ من فيض. نعم حين يتحدث التقرير أيضا عن علاقة بين العيسي وجلال كطرف، وأيضا هوامير الحوثي من طرف آخر، وأنهم ينسقون يعني بينهم أعمال وعمولات وتسيير صفقات أيضا، يعني ألا يفترض مثل هذه الفضيحة أن تهز الشرعية وتضربها أيضا، يعني تضرب شرعيتها التي يقاتل الناس عليها وهي تتاجر بقوت الناس بهذا الشكل؟ الناس لا يملكون سوى هذه الشرعية ومتمسكين بها، لأن هي اللي نقول وسيلة الخلاص الوحيدة. لكن المشكلة أن هناك من يستمرئ الفساد داخل قيادة الشرعية، وأنتم ذكرتم أو ذكر التقرير تورط جلال هادي في عمليات الفساد والمتاجرة بأقوات مصائر اليمنيين. وممكن أن أضيف إلى هذه المافيا اسم عبد الله العليمي، الذي هو بيكون في الواجهة ممثلا عن جلال هادي. فكل عمليات سواء إنتاج النفط واحتكاره وتوزيع الغاز المنزلي وفرض الإتاوات على المواطنين لكي يصل سعر الدبة أو أسطوانة الغاز إلى أسعار مهولة، كل هذه بتجري بتنسيق وتماهي كامل مع بين الحوثيين وبين السلطات الشرعية، ومتورط في ذلك أناس من السلطات المحلية في محافظات، قيادات أمنية وقيادات عسكرية، الكل متورط والغلة كبيرة والملايين تهدر، وكل هذا على حساب المواطن الفقير أو المسكين. نعم، يعني أنت ربما قلت أن الناس يتمسكون بهذه الشرعية كونها الوحيدة، ولكن فيما يبدو أن الشرعية لا تتمسك بهؤلاء
الناس فيما يتضح بأدائها. اسمح لنا أيضا أن ينضم معنا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الزوبة. مساء الخير دكتور محمد. أهلا بك دكتور محمد. يعني كنا في السابق ربما ناقشنا حلقات الفساد وهوامير الفساد أيضا في الشرعية، خصوصا فساد النفط. أنت كيف تعلق على التقرير الذي كشف عن هؤلاء ربما بدقة وبأرقام وبأيضا خيوط واضحة ل يعني لعبة الفساد الكبيرة؟ شكرا جزيلا على الطلب للموضوع الحساس والهام في هذه المرحله الصعبه التي يمر فيها الشعب اليمني، يعني بحاله من الابتهال بهذه الانتصارات التي تحدث يوميا في الساحه العسكريه، والذي نتمنى انها تتواصل، يعني ربنا يخلص الشعب اليمني من هذا الكارثه الذي يسمى الحوثي. وعموما يا سيدتي، السبق لو استعرضت في قناه الرئيس مداخلاتي التي تحدثت معكم خلال السنه الماضيه، سوف تلاحظون انه انا شخصيا تطرقت لهذا النقاط وكنت اذكرها يعني بالتفاصيل في عده حلقات متتواليه في موضوع الاقتصاد ومؤثراته واسبابه وسلبيتها جاوره وما علاقه الفساد الموجود الان داخل الساحه اليمنيه. عموما انا طلعت على التقرير ممتاز ورائع ولخص امور كثيره، واعتقد انه الذي اشتغلوا عليه يعني يستحقوا التقدير والاحترام، نرفع لهم القبعات على ما قاموا به. ايضا انا اعتقد انه كان يمكن ان نضيف بعض النقاط على موضوع الفساد والفساد الموجود. انا من وجهه نظري انه في جغرافيتين، الجغرافيا الشرعيه وجغرافيا الحوثي. اذا بدانا في الكلام على جغرافيا الحوثي، اعتقد ان الفساد واضح، يعني سبق تكلمنا عن موضوع المشتقات النفطيه وما يتم انشاء المشتقات النفطيه، بحيث انه الحوثي الان يحارب على حساب الشعب اليمني. قطع المعاشات ووقف الرواتب ووقف كل الحياه العامه ووقف الخدمات اللي في اليمن، واصبحت اليمن والمناطق اللي سيطر عليها يعني تحت يعني تموت موت بطيء. وانهار الاقتصاد، والسبب هو وجود السياسه الاقتصاديه الفاشله والمتعمدة في إثقال المجتمع بالديرهم الجميع الحوثي. وكان لهذا الفساد أيضا ارتباط مع قوى ما يسمى بقوى الحرب أو أمراء الحرب أو هيكل الحرب الاقتصادية. وسبق أنه في أحد آخر لقاء معكم أنا تكلمت عن ما يسمى باقتصاد الحرب، عن أمراء الحرب الذين بدأوا يبنوا لهم يعني هياكل وبدأوا يبنوا لهم يعني منظمات وامكانيات ماليه كبيره جدا. والواضح انه بالنسبه لو تطرقنا بنوع من الارقام، نجد مثلا على سبيل المثال المناطق الحوثي يتصلها البترول، هذا يمكن لا تكلمت انا عنه ولكن ما اخذ عليها الليله، من ايران تسلم لهم البترول تقريبا باسعار مخفضه جدا او ببلاش، تصل الى ارض اليمن، ويعني بترول جوده يعني منخفضه اوكتين منخفض، هو يبيع للمواطن اليمني بالسعر الدبل لا يقل السعر العالمي، بمعنى انهم بيشتروا مثلا افترضنا شراء سوق العالم 8 دولار، هم بيبيع للمواطن اليمني بحوالي 18 دولار. يعني فساد واضح عيني عينك. ومع ذلك نرى انه الحوثي يعني لا زال يتكلم عن الوضع الانساني ولا زال يصر على ان الوضع الانساني هو الذي يتحكم في القضيه والمعركه اليمنيه، بالرغم انه هو السبب والمؤثر على الوضع هذا. ثانيا انه تم سحب كل القدرات التجاريه في مناطقهم وسلمت هذه القدرات التجاريه الى سوق موازيه، السوق الموازيه هي التي الان تعطل عمليه ثبات العمله وهي السبب الرئيسي في تدمير العمله، لانه يقوموا يشتروا الدولار بسعر مرتفع وفي نفس الوقت يعني يحاولوا انهم يشتروا اسلحه ويهربوا اسلحه. والمهربين لهم في هذه الحاله هم معظمهم من الضباط الذين مرتبطين بالشرعيه، لا نعمم كثيرا على الضباط الذين موجودين في المناطق الشرعيه في تارب السلاح للحوثيين، ولكن هناك مجموعه من الجبناء والخونة الذين خانوا دماء الشعب وخانوا دماء زملائهم في السلاح ويقومون يعني بتوريد وتوصيل السلاح للحوثي. ولا لماذا الحوثي الان دخل المعركه ومعنا 12 ألف
صاروخ حراري. الآن الذي أطلقت في المعركة لحد الآن حسب ما تقول التقارير حوالي 24,000 صاروخ حراري. ماذا يعني ذلك؟ معناه أنه في خلال الفترة هذا هرب 12,000 صاروخ حراري. يعني أنه إحنا بأشباه الجيش والنقاط العسكرية التي يعني تديرها الشرعية أصبحت يعني مختلفة فيها عصابات. يعني الفساد ليس مقتصر على النفط فقط، يعني هذا ما تريد قوله، أيضا على صفقات سلاح وما إلى ذلك؟ أكيد 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 في صفقات سلاح، وأيضا بعد النفط من جديد أنا أجيب لك نقطة الآن وهي سوف تفاجئ الجماهير الليلة وتفاجئ المواطنين الليلة. أنه على سبيل المثال، هل يعلم الجماهير بأنه معظم الشركات التي تبيع النفط للحوثيين هي شركات إماراتية إيرانية؟ هل يعلم معظم الشعب اليمني أنه الشركات التي بتجيب النفط هي تحمل علم إماراتي؟ هل يعلم ذلك؟ بمعنى أنه معني في النهاية كل هذول شغالين بزنس على الشعب اليمني، الإماراتي والإيراني شغالين بزنس على الشعب اليمني. وبتواطؤ عناصر من الشرعية، إذا لما كل هذه الحرب طالما هناك اتفاقات وهناك صفقات؟ يا أخت آسي، أنا أتكلم زمان وممكن تذكري كلامي، عندما قلت لك أنه مثلا على سبيل المثال إذا عدنا للموضوع الشرعي، أنا قلت أنا وأول من تكلم على علاقة أحمد العيسي بجلال مش أثناء الحرب، أحمد العيسي بجلال كانوا أصحاب. نعم من قبل صحيح. يعني من 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 بداية من 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 2012 و2013 لأنه العيسي بالأساس وكان صاحب علي عبد الله صالح صاحب علي محسن. نعم. وبعدين تحول للمراكز القوى الجديدة الآن الذي وجه هذه، هم عارفين كلامي، أنا أتحدى ومنكروا هذا الموضوع، أتحدى ومنكروا هذا الموضوع. نعم. من عند أحمد العيسي مسيطر سيطرة كاملة على وضع المشتقات النفطية في المناطق الجنوبية. لماذا؟ لأنه العلاقات محل يستطيع أنه يتقدم عليه. كان في هذا الظروف الصعبة، طبعا أنا بالنسبة لي أنا في النهاية أنا أعمل على تحتي 20 خط وتقولي لماذا الرجل هذا يدعم الشرعية وفي نفس الوقت يحارب الفساد؟ هذه واقع زي ما قال الاخر اللي كان متداخل قبلي. نحن نقول انه الشرعيه هي اخر علم من علم الجمهوريه اليمنيه ومن ما يسمى بالدوله اليمنيه. اوكي نحن نقف معها، نحن ندعمها، نحن نتمنى انه في اليوم الخلاص، ولكن انا اقول من الان انت ما تنتظر الشرعيه. انا اول واحد صار يطالب باستقاله عبد الرب منصور هادي ويسمعني الجميع. أنا عبد الرب منصور هادي أحترمها اليوم وأقف معه لكي لأنه آخر رجل في الدولة، آخر رجل في الحكومة اليمنية، آخر رجل في ما يسمى كيان الدولة اليمنية. ولكن مجرد أنه ننتهي من الحوثي أنا أقول أنه أنا أول واحد برفع الراية أنه عبد الرب لكن دكتور محمد يعني بهذا السياق لا أحد يريد للحوثي أن يذهب طالما وهناك صفقات تعيشهم وتجعل من اقتصادهم اقتصاد زاهر. أكيد فبالتالي أكيد يعني أكيد إلى ماذا نؤمل؟ يعني أنت تؤمل إلى ذهاب الحوثي حتى نقول لشرعية هذه الفاسدة اذهبي؟ لن تذهب طالما يعني أو لن يذهب الحوثي طالما وهناك صفقات مشتركة بهذا الشكل. أنا شوفي أنا أتكلم على أساس محور سياسي يعني بطابع اقتصادي، بمعنى أنه أنا لما بناقش موضوع الشرعية يجب عليها مثلا على سبيل المثال، ما هوش موضوع اليوم أنه مثلا نقوم نسطر مثلا على سبيل المثال، يجب لك الليلة أيضا قصة جديدة يعني أو حكاية جديدة. هل تعلمي أنه الآن يقوموا بتصدير نفط ما يسمى بنفط العقلة وهي هو قطاع مجاور لجنة هند؟ هذا العقلة لو يا سيدتي يعني يصدر في اليوم تقريبا من 10 إلى 15,000 برميل عن طريق ميناء النشمة في شبوة، يقومون بنقل ذلك عن طريق القاطرة. طيب أنا أول من اقترحت، ولكن اقترحت هذه الخطوة بترول جنة هند، يعني بترول جنة هند هو يعني حكومي 100%، بينما بترول العقلة ما منع الجمهورية اليمنية أو الحكومة اليمنية حسب اتفاقية الشركة مع شركة OMV إلا 15%. طيب لماذا يترك نفط الجنة هند أو صافر الذي جنب بعض وكمية تصل إلى تقريبا حوالي 80,000 أو 90,000 وبيغيرين مجراء الحركة الاقتصادية في اليمن بيرفعين الدعم وليلة الدولة وحصب الدولة من هذا النفط 100%، لأنه أصبحين هذا القطاعين جنة وصافر ملك الدولة 100%. لماذا الآن شركة النفط ومجاني ما تبدأ من عصابات الفساد في وزارة النفط في مارس لا تقوم إلا بتصدير
نظام طلع بلا الذي ما مع الحكومة منا 15% أو 85% يذهب نفط كلفة زائد خصص للمتنفذين وعلى رأسهم اللي يسمعون الآن الناس اللي بيزعلون مني الفندم علي محسن. لماذا هذا الكلام؟ يعني أنا أستغرب لماذا هذا الكلام؟ لماذا يعني إحنا نعيش على دماء الناس في هذا الفترة؟ نحن نعرف إنه مثلاً الجماعة كانوا فاسدين، الأنس كان فاسد، وفضل علي محسن كان فاسد، وبقايا الضباط الذي موجودين الآن اللي جالسين في الشرعية وأكثرهم كانوا ضباط فاسدين مع مخرجين مدرسة عفاش للفساد، نحن نعلم ذلك، ولكن نقول يا جماعة الخير على الأقل حاربوا بطيرة وبضمير حتى نخرج من الحوثي، الحوثي كارثة علينا، الحوثي كارثة على اقتصادنا وعلى سياستنا. الحوثي كارثة على أفكارنا، الحوثي كارثة على ثقافتنا، الحوثي كارثة على مجتمعنا. وبالتالي نحن لما نتكلم يا أخي العزيز نحن نتكلم على أساس الواقع الاقتصادي والناقشة ونحاول نجلي بعض الغبار عن الكوارث اللي حاصلة في البلد حتى يعود هذا للناس الكلام. أما أنه أنا راضي فيهم والله أنا ما أنا راضي بهذا للناس. نعم إذا اسمح لنا دكتور ما كانوا مسؤولين داخل صنعاء. نعم ابقى معنا قليلا دكتور محمد، سأعود لضيفي عبر سكايب أستاذ عبد الواحد. أستاذ عبد الواحد استمعت لحديث دكتور محمد الزوبة، يعني هناك سوق موازية أيضا، هناك نفط إيراني يصل مغشوش وبصفقات إلى الحوثيين، هناك أيضا تعاون إماراتي إيراني لأجل مد الحوثيين بهذا النفط، وهناك أيضا تهريب أسلحة وما إلى ذلك من قضايا كثيرة. كيف تنظر للوضع من خلال هذه الصورة المشوشة كليا؟ صحيح الدكتور الزوبة ذكر نقطة مهمة جدا، أن التعاقد مع شركة OMV النمساوية التي تملك الإمارات 25% تقريبا من أسهمها، ذكر أنه التعاقد أو حصة الحكومة اليمنية فيها 15%، ومع ذلك هذه الشركة هي الشركة الوحيدة التي تمكنت من استئناف عملياتها واستئناف تصدير النفط، على الرغم أن على بعد كيلومترات قريبة منها توجد جنة هند في قطاع 5، هذا القطاع بإمكانه أن ينتج ما بين 35 إلى 40 ألف برميل يوميا، بإمكان زي ما ذكر الدكتور الزوبة كذلك أن تحقق فرق في الاقتصاد الوطني وتزود البنك المركزي بكمية لا بأس بها من العملة الصعبة، ومع ذلك تم تجاهل هذا كامل واستئناف العمل في شركة OMV فقط. طبعا هناك قوى وهناك عناصر فاعلة على الأرض من مصلحتها عدم استئناف تصدير النفط، خصوصا أولئك الذين متورطين كذلك، بالإضافة إلى ما ذكرتي متورطين بعمليات تهريب وسرقة النفط الخام من حقول صافر، وهذه العمليات من السرقة والنهب أيضا يجنون وراءها الملايين يوميا. وسبق أن تكلمنا في حلقات سابقة عن ما يعادل حوالي 7000 برميل يوميا يتم تهريبها وسرقتها من نفط صافر بحجة الهجوم على الأنبوب أو تسريب من الأنبوب أو المشاكل هذه الغير واقعية والغير حقيقية. ونلاحظ كذلك أن هناك تواطؤ من قيادات عسكرية وقيادات أمنية موجودة، وكذلك السلطة المحلية في كلا المحافظتين، يعني فالعملية كبيرة، والأفراد الأعضاء زي ما يقولوا تكتل السرطاني هذا تكبر وتتوسع يوما عند يوم، لأن هؤلاء الناس من مصلحتهم وسيقفون أمام كل جهد يعمل لوقف الحرب، لأن مصلحتهم تتجه بالتوازي مع استمرار وكبر عملية الحرب، لأن احنا بنلاحظ كمان فوق هذا كله عدم وجود أي تقارير قادمة من الميدان، سواء من الشركات النفطية أو حتى من المؤسسات العسكرية التي تعمل. لا نعرف كم يستلموا مخصصات، ولا نعرف كم يصرفوا، ولا هناك أي تقارير تطبق أدنى مستويات الشفافية في هذا الجانب.
نعم، إذا أعود إليك دكتور محمد. دكتور محمد، يعني إذا كان الفساد بهذا الشكل وربما خلال 4 سنوات نما وأسس شركاته وهوامره أيضا، يعني لنقل أن ذلك كان بسهولة لأن لا أحد يعلم. الآن بعد التقارير التي ظهرت وبعد ما تحدث الإعلام وبعد يعني كل ذلك، هل يعقل أن يستمر الوضع وربما يزداد كارثية وسوء وكأن لا أحد يعلم بشيء وكأن يعني الأمر الطبيعي وتستمر الحرب بشكلها العلني ولكن ما وراء الطاولة هناك اتفاقات سرية بين طرفي الحرب؟ يا أختي، اللي حصل اليمن هي كارثة بكل ما تعني الكلمة، كارثة عسكرية وكارثة إنسانية وكارثة اجتماعية وكارثة ثقافية وكارثة أخلاقية وكارثة إنسانية وكارثة دينية، يعني هي كارثة بكل المعاني. اللي حاصل في المجتمع اليمني يعني لم يحصل من قبل هذا السوء. يعني نحن نتكلم ونحن يعني دماغنا يعني تشتعل، يعني لأنه ما وصلنا إليه لا يمكن. أنا قريت التقرير على فكرة وكنت طلعت على الخلاصة التي طرحها الأخوان. الخلاصة رائعة، ولكن هم مشاكل في الأخير وضعوا على أساس أن الحلول تتم عن طريق تفعيل مؤسسات الدولة الفساد. مؤسسات ما عدتش أتفعل دولة الفساد هنا ومغريزة الفساد الفساد العماد، يعني قال لك كلام فاضي. يعني تخيل العماد رئيس الفساد وإحنا نجي نفعل الهيئة الفساد، يعني هذا الجهاز الرقابة والمحاسبة، يعني هذا كل كلام هرابي هرابي. ما عاد الآن مؤسسات الدولة المختصة في محاربة الفساد انهارت. الآن هناك فرصة واحدة فقط، وهو أنه إذا الله أراد الأخ رئيس الجمهورية، وأنا أتمنى يسمع هذا الكلام، أو الأخ المعين وهو صديقي، هو صديقي وبيننا صداقة خالصة، إذا أرادوا أن يسمعوا هذا الكلام فليسمعوا. يا جماعة الخير، بإمكانكم أن تحلوا مواضيع سهلة وسريعة. على سبيل المثال، وهذا طرح أكررها الليلة، لماذا لا تعود شركة، طالما أنتم الآن تمتلكون الدولار، لماذا لا تعود شركة النفط اليمنية باستلام وبيع أو بشراء وبيع المشتقات النفطية للمواطنين في الشمال والجنوب، على أن تسلم في المناطق الشمالية عن طريق التعاون مع شركة النفط اليمنية بوجود لجنة مختصة من الأمم المتحدة؟ بمعنى لو باع الحوثي بالسعر الزيادة عن السعر اللي موجود في السوق اللي جابت الحكومة اليمنية، فتتحمل الأمم المتحدة وتصبح جزء من المشاركة في تدهور الوضع الإنساني في اليمن، وهم يعني يتحملوا المسؤولية في ذلك. كل المنظمات التي تشتغل في هذا الموضوع والتحكم المشرفة تعود من جديد، بدل ما نحمل الموضوع بالكامل إلى الأصابات الموجودة الآن في السوق، تعود الدولة لممارسة طبيعة ما كان يتم من السابق. لكن إذا كان جزء من هذه الدولة في هذه العصابة دكتور محمد، هل يعقل أن تستغني عن أنا بقول الآن بدل ما حصل قرار التعويض من محمد علي العودي واستفاد منه أحمد العيسي وجلال هادي والفريقين هم مستفيدين كلهم، نقول إنه تعود من جديد، أنا أركز على كلامي، تعود من جديد شركة النفط اليمنية تتحمل المسؤولية. شركة النفط اليمنية تتحمل المسؤولية بكل فروعها في الجمهورية بالكامل، بحيث أن الدولة أو شركة النفط اليمنية تستورد، والعملة الصعبة موجودة الآن معهم، وبدل ما يدوها لأحمد العيسي ويدوها للتجار اللي الآن يشتروا من إيران، يعني بالبترول يعني منخفض الجودة، تشتري شركة النفط اليمنية وتبيعه للمواطن اليمني، ومن ثم يتم إعادة الفلوس للشركة اليمنية ومن البنك المركزي، حتى بعد نستطيع أن احنا ندعم الريال اليمني ونوفر أيضا إمكانية للريال اليمني. يا أختي العزيزة، الآن على سبيل المثال تكون، وأنا خرجت من الموضوع شوية ولكن أركز على بعض الموضوع أيضا، تكون الآن ألوية عسكرية داخل الجمهورية اليمنية، اللواء قوامة 3000 ومش موجودين داخل المعسكر لا 300 أو 400 شخص. يعني كيف يعني بأي يعني أنا أسأل الضباط، يا أخوان يا أصحاب يا شلة زي ما يقول الناس، كيف يتأتى لكم أنه تحاربوا هو الحوثي، وكيف تحاربوا الحوثي وأنتم يعني بهذا الفساد، بهذا الفساد البزري المجرم؟ هذه الجريمة، هذا ليس فساد بس ولكنها جريمة. تخيل ضابط يسجل لي في اللوحة حق 3000
يعمل مسجل عند ولا ما بدل ولا لا 200 شخص، يعني ما هي الجريمه؟ ماذا يجري في البلاد هذا؟ كيف ما نحارب الحوثي اذا هم يشتغلوا على الحوثي؟ اما اذا كانت اصبحت تجاره زي ما تكرمت انت الان قبل لحظات، ان بالفعل هي اصبحت تجاره واصبح الحرب اليمنيه هذا الناس كلهم مستفيده منه، مستفيد منهم في التحالف ومستفيد من داخل البلاد، مستفيد الحوثي ومستفيد الشرعيه ومستفيد القيادات ومستفيد الصف الاول والصف الثاني، مستفيد حتى المشرفين الحوثيين اصبحوا الان المشرفين الحوثيين داخل صنعاء من اغنى الناس، بينما كانوا امامهم بلاطجيه، يعني كانوا بلاطجيه والان من اغنى الناس موجودين داخل العاصمه. يعني لا أنا الوضع كلما طالت أمد الحرب ازداد كارثية فعلا. دكتور محمد الزوبة شكرا جزيلا لك، الخبير الاقتصادي كنت معنا عبر الهاتف في هذه الحلقة. عودة إليك أستاذ عبد الواحد. أستاذ عبد الواحد، وضع الدكتور محمد يعني بعض النقاط التي يجد أنها يعني ربما حلول سريعة وعاجلة لكف هذا الفساد الحاصل وهذا أيضا الترهل الاقتصادي الذي حدث بسبب شركات الابتزاز التي موجودة في السوق السوداء وما إلى ذلك، يعني ربما أبرز نقطة وضعها هو عودة شركة النفط لاستلام وبيع المشتقات النفطية في الجمهورية اليمنية شمالا وجنوبا، ما رأيك؟ بالتأكيد أنا مع هذه الخطوة تماما، ومع أيضا كل التوصيات اللي ذكرها تقرير مركز صنعاء للدراسات اللي بتتمثل أو تتلخص في إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وإعادة العمل الحكومي كما هو النظام وكما هو المفروض. فأنا بس أذكر نقطة بسيطة، أنه على سبيل المثال في شركة صافر أكبر مؤسسة إرادية في اليمن بالإضافة إلى كذلك شركة ترومسيلة، لم يتم مراجعة الحسابات والنفقات والإيرادات لهاتين الشركتين طوال السنتين الماضيتين، ولم تصدر أي تقارير حاسبية أو حتى فنية عن هذه الشركتين، رغم أنه افترض أنهم يشكلوا الجزء الأكبر من الإيراد القادم للبلد. بالإضافة إلى ذلك نجد أن كذلك إيرادات هذه المؤسسات لا تدخل إلى البنك إلى حسابات البنك المركزي. نجد وكأن الموضوع وكأن هناك عدة دول داخل الدولة، يجب أن يتوحد هذا كامل الأنشطة إلى داخل بوتقة واحدة يتم التحكم بها عبر البنك المركزي وفق لقوانين ولقائح أنظمة وزارة المالية اليمنية. نعم، لكن من يعني التوصيات التي وضعها التقرير المهم جدا. نعم أستاذ عبد الواحد، التوصيات التي وضعها التقرير ربما هي نعم التقرير نعم هي كانت واضحة ومحددة، ولكن اسمح لي يعني أن أتساءل من سيقوم بهذه الإجراءات؟ يعني إذا كان رب البيت بالدف ضاربا لمن يعني سنشتكي إذا كان القاضي هو الخصم كما يقال؟ يعني إذا كان جلال ابن الرئيس هادي هو من يقوم بكل هذه شبكات الفساد، لا أظن أنه سيقوم بذلك دون علم أبيه، يعني هذا سيكون شيء كارثي أكثر. من المخول بالقيام بهذه الخطوات الإجرائية التي ستكف من حجم الفساد على الأقل؟ أول شيء جلال هادي ليس صاحب أي صفة رسمية، هو فقط بيعمل من الظل، وتواطؤ وتماهي المسؤولين الفاسدين معه واستغلالهم لقربهم من الرئيس هو الذي أدى إلى هذه الأشياء. أنا عشان أكون صريح معك، إحنا أملنا الوحيد والأخير هو دولة رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك، هو ببساطة آخر سفينة في المرفأ، وهو اللي احنا بنعول عليه الآمال لأنه يحاول أن يصلح هذه مثل هذه الإشكاليات. إذا كان رب البيت بده في ضاربا يكفي أن يكون قمة الهرم الإداري في الدولة اللي هو رئاسة الوزراء، يكفي أنهم يقوموا بعملهم ويحاولوا يصلحوا كل هذه الأماكن، كل هذه هل ستتاح لهم الفرصة
هل ستتاح لهم الفرصة في ظل هوامير الفساد أستاذ عبد الواحد؟ نعم، هل ستتاح لهم الفرصة في ظل هوامير الفساد؟ هل يظلوا أقوى من كل هوامير الفساد؟ الفساد على قدر ما يقدر، على قدر قوته وعلى قدر جبروته، يظل أضعف من سلطة الدولة. الدولة قادرة أن تفرض سيطرتها ونفوذها، وقادرين بالتنسيق مع التحالف العربي أنهم أن يصنعوا الكثير. لا نظل متمسكين بالأمل ونظل بحاجة إليه. نعم، يعني حين يتحدث التقرير عن تصريح دخول الحاويات إلى اليمن أنه مرتبط بمكتب الرئيس هادي، وهذا ربما ما يوفر لجلال وشيلته، ربما أنت ذكرت العليمي وغيره، ماذا يترتب على هذا الاحتكار من خلال متابعتك؟ هو بإمكان أن احنا، هو مش بس تصاريح دخول السفن، في كمان نفس موضوع التعيينات الغير قانونية والتصاريح والقرارات وبعض الاتفاقيات اللي بتحصل كلها تخرج من مكتب الرئيس. أنا أتصور أنه حان الوقت أن رئاسة الوزراء تقوم بسحب كل هذه المهام، لأن هي مهامها، هذه هي مهامها الفعلية. ربما الرئاسة السابقة للوزارة كانت مهملة أو متواطئة أو لنقول متماهية مع هذا الوضع، لكن يجب أن يحصل إصلاح في هذا الجانب، ويجب أن يقوم الجميع بعمله. يكفي أن نخلق نموذج ناجح واحد ليتبعه بقية البلد وبقية أفرع الدولة، وهذا كله لن يتأتى بدون توحيد كل إمكانيات البلد وإراداتها داخل بوتقة واحدة، ومن ثم الإنفاق على بنود النفقات المحددة والموضحة بميزانية وخطة شاملة للحكومة وواضحة على التنفيذ، واضح من يقوم بماذا، وكل له مهامه وسلطاته. فتطبيق أبسط قواعد الحوكمة في هذا الجانب ستكون فعالية كبيرة. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ عبد الواحد أن ينضم معنا أيضا الباحث في القانون فؤاد عامر من فرنسا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ فؤاد. مساء الخير، مرحبا بك أستاذ آسيا وضيفتي. أهلا بك أستاذ فؤاد، وبداية أتمنى أنك اطلعت على التقرير وأود أن أسمع رأيك فيما ورد فيه. نعم، اطلعت بشكل سريع قبل قليل على ملخص للتقرير، عدة نقاط يمكن أن نشير لهذا فيها. التقرير هو صادم نوعا ما، ويمكن أن ندمج هنا بعض النقاط فيما يتعلق في المضمون. الدولة أو الحكومة اليمنية الشرعية التي كانت آخر أمل لليمنيين، وهذا مؤسف جدا أن نراها من خلال هذا التقرير، ومن خلال حقيقة من سلوك سابق خلال 3 سنوات الماضية، يمكن أن نقول أن المسافة الفاصلة ما بينها أصبحت تعمل بمنطقة العصابة، والمسافة الفاصلة، الخطوط الفاصلة ما بينها وبين العصابة الحوثية أصبحت تلاشت، وأصبحنا إذا منطقة رمادية لا نستطيع أن نميز سلوك الدولة عن سلوك العصابة. الفارق هو فقط أن هناك عصبوية سلالية فيما يتعلق بسلوك مثلا الجماعة الحوثية في داخل صنعاء التي تسيطر على الأرض بحق قوة الأمر الواقع، ونحن إذا الآن عصبوية جديدة تتشكل لدى الحكومة الشرعية، عصبوية مناطقية أوليغارشية، نوع من تحالف عريض من بقايا الدولة العميقة السابقة، من رجال أعمال، من عسكريين وأمنيين يقومون بعمل موازي لعمل الدولة. الشيء الآخر، النقطة الأخرى، هو أننا نلاحظ هناك تلاشي كامل لمؤسسات الدولة، أو ربما يكون هناك إفراغ متعمد لمضمون الدولة ومؤسساتها. السلطات من بعد المبادرة الخليجية كلها تلاشت وأصبحت محتكرة في السلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية الآن، ومن خلال ما هو جديد، من خلال ما يكشف لنا التقرير الحالي، أن السلطة التنفيذية برأسيها وهو النظام الرئاسي، يعني في رأس الدولة الذي هو رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة. الجديد في هذا التقرير أن السلطة التنفيذية أيضا اللي هي المفترض أن تكون المسؤولة عن هذه الملفات وهي الحكومة، هم مشت وأصبحت الجانب التنفيذي، يعني وهي تتعلق بالرئاسة وليست الرئاسة كمؤسسات، وإنما محصورة أيضا الرئاسة هنا بأشخاص، هناك نوع من شخصنة الدولة
في أشخاص، في ابن الرئيس هادي، في المقربين، في أبناء منطقته، من خلال آلية إصدار التصاريح. نلاحظ أن هناك الآن دولة موازية بجانب مؤسسات الدولة التي مفترض أنها تمثل الشعب الليبي. إذن أستاذ فؤاد، يعني هوامير الفساد الذين ظهرت أسماءهم في التقرير، العيسي وجلال ابن رئيس هادي، ويعني مكتب الرئاسة برئاسة هادي، يعني بلغ بهم الإسراء على أشلاء الشعب وآلامهم، كيف يمكن محاسبة هؤلاء قانونيا، خاصة إذا ما كان جلال هادي لا يوجد له صفة رسمية ليحدث كل ذلك؟ نعم، هذه هي المشكلة. الآن جلال هادي يتعامل حتى ومن خلال ما هادي سمح لابنه أن يتصرف بسلطة مطلقة بدون أي محاسبة، بما هو أكثر حتى من النظام الملكية. يعني إذا لاحظنا في النظام الملكية على الأقل هناك صفة تمثيلية، هناك صفة أمام العالم، لكن في الحالة اليمنية هذه وهي حالة غريبة جدا، لا يوجد صفة لهؤلاء الأشخاص، يعني سواء من رجال أعمال أو المقربين هذه، لا يوجد لهم صفة رسمية للحكومة للقيام بهذه الممارسات. هناك حالة تعطيل كامل لمؤسسات الدولة، يعني مفترض أنه يعني كأن الحكومة هي ارتكنت ورضيت بهذه الوضعية التي تحقق إسراء مباشر لشخوصها من خلال سلوكيات كثيرة، يعني من خلال سابقا التعيينات الإدارية، الفساد الإداري في المؤسسات الدولة، في الجيش، في الفساد الدبلوماسي، التضخم الدبلوماسي، التضخم التعيينات الدبلوماسية دون الحاجة إلى، كأن هناك نوع من التقاسم، يعني نوع من الشمالية تسمح بأن يكون هناك اقتصاد موازي في كل منطقة من المناطق الشرعية. إذن أستاذ فؤاد، يعني كيف يمكن تشكيل ضغط شعبي لمحاكمة أو للوصول إلى طريقة للحد من فساد هؤلاء ومحاكمتهم فعليا، يعني جمعيات، منظمات، أشخاص، لا أدري، يعني هل يمكن ذلك؟ هو يجب أن يتجه النظام الشعبي في سبيل استعادة مؤسسة الدولة، ليس فقط الضغط الشعبي، وإنما أيضا ضغط ممثلي الشعب بمجلس النواب. هنا لابد، يعني الحل الوحيد، يعني مثلا مجلس النواب مفترض من خلال محصلة التقرير، القراءة الأولية للتقرير، إنه الحكومة تقوم بأعمال كانت هي في الأصل هي من اختصاص، هي اختصاص أصيل لمجلس النواب. مجلس النواب هو الذي يقوم بهذه المناقصات ابتداء إذا كانت كبيرة وبحد معين. مجلس النواب أيضا له الحق ليس فقط في إبرام هذه الاتفاقات، أيضا له الحق في مراقبة هذه أي فساد حاصل إذا هذه الممارسات الحكومية. لذلك المؤسسة التشريعية الأساسية غير موجودة وغير منعقدة، وهو ما يجب أن يلتفت أيضا عبر مجلس النواب. واجبهم الآن أن يعملوا على بأقرب وقت ممكن على محاولة الانتفاع على الأراضي اليمنية بأي شكل من الأشكال من أجل ممارسة دورهم الدستوري بهذا الاتجاه. شو الآخر؟ دور المؤسسة الرقابية، المؤسسة الحكومية، يعني دور المؤسسة الرقابية والمؤسسة مكافحة الفساد، مؤسسة الرقابة. لكن يعني في ظل هذا الوضع يبدو أنها جميعها معطلة أستاذ فؤاد، يعني حتى الآن ليس معقول أن يحدث كل هذا الفساد على مرأى ومسمع من الجميع. شكرا جزيلا لك الباحث في القانون فؤاد عامر، كنت معنا عبر الهاتف من فرنسا في هذه الحلقة. أخيرا أستاذ عبد الواحد، يعني استمعت لفكرة تشكيل ضغط شعبي يعني محاولة محاكمة هؤلاء أو على الأقل الحد من فسادهم خلال هذه الفترة التي يعني الحاكم هو أو المشتكى إليه هو نفسه المسؤول عن هذا الفساد. في دقيقة إن تكرمت، هل يمكن ذلك؟ والمشكلة أنه ما يحصل حاليا أنه لا يوجد أي سجلات أو أي وثائق نستطيع أن نستخدمها لتقديمها للمحاكمة. البلد تمشي أو يتم إدارتها بتعليمات وأوامر شفهية أكثر من أنها مكتوبة، لكن مجرد وجود أي جهة تود أن تحاكم هؤلاء وتحاسبهم على فسادهم وعلى إجرامهم في حق الشعب، يجب أن فقط يخطو الخطوة الأولى هو سيكون الناس كلهم معهم. أتصور ذلك، ولكن تظل المشكلة أن
حتى إذا وجدت المحامية أو الجهة أو المجموعة من الناس الذي بإمكانهم أن يتطوعوا للقيام بهذه المهمة، نجد هناك على الجانب الآخر مشكلة أن لا نيابة لا صحيح. محاكم ولا نظام قضائي موجود بشكل نعم، حقيقي وفعلي. نحن بدورنا يعني على يظل الأقل، الضغط الإعلامي هو نعم على الوسيلة الأقل إعلاميا يعني، الوحيدة. نعم سنتابع هذا الملف يعني، طالما ونحن قد فتحنا قبل أشهر والآن تم تأكيد من خلال هذا التقرير، وسنتابعه بإذنه تعالى إلى أن نجد حلا نهائيا لإنهاء هذا الفساد وهوامره. شكرا جزيلا لك عبد الواحد العوبلي الباحث في الشأن الاقتصادي، كنت معنا عبر سكايب من ماليزيا. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.